السلام عليكم. إن داري كغربتي في المنافي، واحتراقي كذكريات رمادي. يا بلادي التي يقولون عنها من كناري ولي دخان اتقادي. يا بلادي هذه الربا والسواقي، في ضلوعي تنهدات شوادي. عندما تتجدد ذكرى رحيل البردوني، تتجدد معه ذاكرة الوجع اليمني ومأساة اليمنيين الكاملة غير المنقوصة. تلك المأساة التي عرفها عبد الله البردوني وعرفته، وهو الذي لازمته المعاناة منذ نشأته الأولى عندما أصيب بالجدر وفقد بصره. لم يكن فقدان البصر عائقا في طريق روحه التي كانت تفيض جمالا وإبداعا وعبقرية فكرية وإيمانا جمهوريا بالغ الحرية والثورية. البردوني قصة تتجدد كل يوم، وتنبؤات متصلة باللحظة اليمنية الراهنة، كما لو أنه كان يحمل جناحين، جناح له علاقة بتاريخ اليمن، وجناح له علاقة بمستقبل اليمن الذي أخبرتنا عنه قصائده، وهي تعيش بيننا كما لو أنها كتبت لألف عام مضى وألف عام سيأتي. الجمهورية والإمامة في رؤية البردوني وإنتاجه الفكري كانت حاضرة بشكل بالغ الذكاء والتوثيق. لا تخلو تلك الرؤية من الثراء الفكري والتاريخي والارتباط العميق بالثقافة الشعبية التي عرف من خلالها البردوني اليمن والأرض والإنسان. في كل ذكرى للبردوني يتجدد السؤال الكبير عن إرثه المفقود الذي تم إخفاؤه، ولا يزال قيد الإخفاء والقسري. وبحسب متابعين، من جملة المؤلفات المخفية كتب لها علاقة بالأدب والسياسة، ومن بينها كتاب الجمهورية اليمنية، وهو أشبه بكتاب مكمل لكتاب اليمن الجمهوري، ورواية العم ميمون، وكتاب مذكرات، كتاب السيرة الذاتية، والجديد والمتجدد في الأدب اليمني. إذن مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يحيي الذكرى 18 لرحيل البردوني ويفتح أسئلة الإرث المخفي له. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بلاد تهم بميلادها، بلاد تموت وتمشي ذبيحة، بلادان داخلة هذه جنين وهذه عجوز طريحة. ورغم صرير السكاكين فيه، يغني يغني وينسى النصيحة. تحضر اليمن كأرض وإنسان في مخيال البردوني، تحضر الجروح المفتوحة وعذابات اليمنيين التاريخية في أعماق الأديب العبقري الذي تفنن في تخليد المأساة اليمنية وتخليد الوجع اليمني على هيئة ذاكرة جمالية في جدول أعمال التاريخ. تتجدد ذكرى رحيله في كل عام، وهو الذي وضع نصوصا ضوئية وتنبؤات لا تزال حاضرة حتى اللحظة، كاشفة عن خيوط الظلام التي تحيط بالذات اليمنية والهوية اليمنية، وتقلبات الزمن والخيبات الضخمة التي تحيط باليمنيين جراء إرث الاستبداد الانتقالي من مرحلة إلى مرحلة. بلادي من يدي طاغ إلى أطغى إلى أجفى، ومن سجن إلى سجن، ومن منفى إلى منفى، ومن مستعمر باد إلى مستعمر أخفى. هكذا كان يسرد البردوني مكابدات البلاد التي أنهكها الطغيان والمستعمر العلني والمستعمر الخفي، والسجون والمنافي التي أعدها الطغاة كعقاب للشعب على الحرية التي يراها المستبد ضمن قائمة الممنوعات على الشعب نسيانها وتجنب النضال في سبيلها. انفصال أكثر من أيام الاتحاد، هذه من جهة. عبد الله البردوني الأديب الفنان، باب مدينة الحضارة للكيان اليمني وذاكرته الشعبية، وهو القادم من عمق الريف اليمني في الحدا والمدرسة الشمسية بمدينة ذمار، التي وضع خطواته الأولى فيها كواحد من أهم عباقرة اليمن ومبدعيها في التاريخ اليمني المعاصر. في مضمون إبداعات البردوني الأدبية يحضر التكثيف، الصورة بالصورة والكلمة بالكلمة والنبرة بالنبرة. سمة التجديد الفني الذي تخلل أدب البردوني غزير الخيال، بديع الصورة، ومضمونا بالغ الجودة الفنية والتأثير. وتحضر الرمزية بشكل بالغ الجمال والتأثير، كما في قصيدة يا مصطفى. بحسب متابعين، كانت حياة عبد الله البردوني تجسيدا مكثفا لما يمكن أن يفعله الإنسان، وقد سكنت فيه روح اليمن الكبرى، الروح التي استوت في نبضه يمنا كاملا ووصلت في القرن العشرين إلى ذروة الدهشة الفنية والجمالية.
وهو الذي لفظ أنفاسه في 29 من شهر أغسطس عام 1999. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ يحيى الأحمدي الباحث الأكاديمي من مأرب، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور أخت آسيا، ومساء النور أيضا لمشاهدي قناة بلقيس وكل من يشاهد هذه الحلقة ويتابع هذه الذكرى التي ستحيي فينا هذا الجبل الأشم وهذا الطود الشامخ. صحيح. إذا أستاذ يحيى البردوني، هذا الفضاء اليمني الواسع برأيك، من أين يمكن أن نبدأ هذه الحلقة؟ يقف الإنسان عاجزا اليوم أمام شخصية عبد الله البردوني. عبد الله البردوني يتميز هذا الرجل لأنه قدم من قرية ربما لا تمتلك في ذلك الحين لا حتى الأقلام التي كانت يكتب بها الشعر. اليوم نتذكر هذا الرجل لأنه يتميز، لأنه قدم من مكان ربما لا يتميز، أو من أسرة لا تتميز بالعلم والثراء. قدم إلى صنعاء فقيرا ومات فقيرا، ولكنه غنيا بما تركه من مآثر. أقف عاجزا هل أتحدث عن عبد الله البردوني الشاعر أم الأديب أم السياسي أم المثقف أم ماذا نتحدث عن البردوني؟ سنحاول إن شاء الله معك يا أختي آسيا ومع الضيوف الكرام أن نأخذ من بحره قطرات، أن نقف أمام هذه الذكرى بكل ما تحمله الكلمة من معنى عاجزين. وستظل الحلقات والكتب عاجزة أن تصف عبد الله البردوني الذي ربما درس شعره ونثره وأدبه ودرست حياته، لكن ما زال بكرا، ما زال تراثه بكرا، وما زالت تركته وثروته الأدبية والشعرية بكرا حتى اليوم. صحيح. إذا أستاذ يحيى، يعني لو قلنا يعني بداية، ما الذي يجعل البردوني أو للبردوني هذا الحضور في ذاكرة اليمنيين والعالم العربي، ولكن يعني زخم حضوره يرافقنا يوما بعد يوم، قصائده نكررها في كثير من المناسبات، تأتي لها كثير من الفرص التي يعني نقول قال البردوني في موقف كهذا، عمل البردوني، أبياته الشعرية تعبر عن هذا الموقف، يعني كيف يستطيع الشاعر أن يتخلص خلد في ذهن الناس؟ عبد الله البردوني يعني اليمنيون بشكل عام والعرب يتذكرون، هو عرف عربيا قبل أن يعرف يمنيا. نعم. في قصيدته المعروفة أبو تمام وعروبة اليوم، هذا الرجل يعني جاء بلغة بسيطة. إذا كان التجديد في الشعر أو في القصيدة يمر بما أنواع معينة، العمود ثم التفعيلة ثم الشعر الحر ثم القصيدة النثر، لكن البردوني جاء بطريقة مختلفة. أنا أعتبر البردوني مدرسة جديدة في التجديد الشعري، جاء بلغة بسيطة وسهلة، كيف الشعر يستطيع أن يتحكم بالقصيدة بأسلوب بديع وأسلوب سهل. تقرأ قصيدته وكأنك قرأتها عشرات المرات لأول مرة، صحيح أنك لا تفهم مراميها وأبعدها، لكن تتلذذ بقراءتها، تشعر بحلاوة هذا الشعر. عبد الله البردوني يقرأ له المثقف فيخرج بنتيجة معينة، يقرأ له الفلاح فيخرج بنتيجة معينة، يقرأ له الشاعر فيخرج بنتيجة معينة من هذا الشعر. هذا الرجل أنا أعتبره معجزة الشعر، إن لم نقل إنه نبي الشعراء الذي لا يوحى إليه. عبد الله البردوني نقل اليمن إلى العالمية، ونقل اليمن إلى كل مكان. أنا أستطيع أن أقول إن عبد الله البردوني في هذه الذكرى ظلم حيا وظلم ميتا، لم يسمح لتراثه ولا لمآثره ولا لأدبه ولا لشعره أن يخرج لليمنيين، مع أن هذه من حق كل يمني أن يطالب بهذا الإرث الكبير الذي لا يجب أن يبقى حيز الجدران ولا حيز الإهمال. نعم. ولا حيز حتى الاختطاف. الإرث الأدبي أستاذ يحيى. نعم. يعني قبل أن نصل لهذه النقطة، يعني لفتتني عبارتك وأنت تقول من سيقرأ لي البردوني مفكرا سيجد الفكر، من سيقرأ له شاعرا سيجد الخيال والكناية وما يريده وربما أجد أنواع الشعر، من سيقرأ له سياسيا سيجد متطلبه. هذه التنويعة في أدب البردوني تؤكد أنه كان حامل لأكثر من مشروع. برأيك ما هي أبرز المشاريع التي حملها تراث البردوني؟ البردوني كان يحمل مشروع العدل والمساواة. البردوني كان يحمل مشعل نور، كان يدعو إلى
أن يكون اليمن لا كما هو عليه. ولذلك كما نقرأ في قصيدته: حبيب وافيت من صنعاء يحملني نسر، وخلف ضلوعي تلهث العرب، ماذا أحدث عن صنعاء؟ يا أبتي مليحة عاشقها السل والجرب، ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها الحب والطرب. البردوني كان يعيش اليمن أرضا وإنسانا. البردوني دخل في مشكلة عظيمة، دخل في معركة ليس لها نهاية، مشكلة ما تبناه من قضية، وهو قضية يمننة أو يعني الشعر المكان، شعر المكان في اليمن. أراد أن يكون في كل قصيدة، في كل بيت شعري، اليمن وعنوانه اليمن. ولذلك جاءت كل قصائد البردوني تحمل معالم اليمن، تحمل مؤثر اليمن، حتى أنه قال للزبيري وهو صديقه، وهو يعني بمقام الأستاذ، لكنه يعني أخذ علي أنه لا يذكر اليمن كثيرا. ونعرف تلك القصة والمعركة التي حدثت، ودخل فيها كثير من الشعراء والأدباء. وأنا أعتبر ربما وهذه وجهة نظري الشخصية، أن البردوني أراد أن يفتعل تلك المشكلة أو تلك المعركة ليفتح المجال للشعراء والأدباء أن يتغنوا باليمن، أن يذكروا اليمن. ولذلك بعد تلك المقالة التي كتبها أنه قال: لنشم رائحة اليمن في شعر الزبيري، نلاحظ أن كثير من الشعراء وكثير من الأدباء والكتاب في اليمن جعلوا عنوان قصائدهم وعنوان كتبهم اليمن. فنلاحظ منذ أن بدأت مرحلة التأليف في اليمن، والكتب تحمل عنوان: من الأدب اليمني نقد وتاريخ، من الأدب اليمني، من الشعر اليمني، الأبعاد الموضوعية في الشعر اليمني، وهكذا كل العناوين وكل عناوين. نعم. القصائد والمؤلفات والكتب الأدبية جاءت تحمل اسم اليمن، وجاءت تحمل عنوان اليمن. لماذا يركز البردوني بهذا الشكل على اليمن؟ هل كانت رؤية سياسية أم فنية؟ البردوني يعني هو عانى ما نعانيه اليوم. البردوني هو ابن اليمن، هو ابن الريف، هو ابن القرية، هو ابن الماء الذين يعني اليمني. هو يمثل اليمني الذي عاش الكبت والقهر والظلم والجهل، عاش الإمامة بكل تفاصيلها. وأراد أن يكون أن ينقل اليمنيين من الظلم، أو إذا جاز التعبير أقول من الظلمات إلى النور. هذا البصير الذي ربما لم يكن يمتلك يعني الرؤية، لم يمتلك البصر، ولكن كان يرى ببصيرته، تحدث وتنبأ كثيرا عن القضايا. أنا لا أريد أن أقول بأن البردوني كان منجما، لأن بعض الناس يظن أن من خلال ما يقرأ في شعر البردوني، وهو يصف حالنا اليوم ويصف ما بعد اليوم ويصف كثير من القضايا، يظن أن البردوني كان منجما. لا، البردوني كان شاعرا، كان مفكرا، كان مثقفا، كان يقرأ ويستقرأ الواقع والمستقبل، ثم ينتج ذلك على هيئة أبيات شعرية. نعم. البردوني هذا الرجل العظيم يعني أراد من خلال كل هذا أن يكون لليمنيين حضارة، أن تكون حضارة اليمنيين منعكسة في ممارستهم، أن يكون اليمنيين أن ينعمون بحرية، أن لا يبقوا رهينة لفرد أو لملك أو لسلطان. ولذلك كانت مواقفه السياسية، مواقفه السياسية كما يحدثنا كثير ممن كان يحضر مجالسه، كان لا يخف الله لهم متلائم، حتى أنه تخاطب مع فلان أو فلان ممن كانوا ترتعد فرائص الناس لهم، كان يخاطبهم بكل حرية وبكل يعني وبكل شجاعة. البردوني أراد أن يكون اليمني بالمعنى الصحيح الذي أنتجته اليمن، أن يستمد قوته من جبال اليمن، أن يستمد قوته من حضارة اليمن، أن يستمد قوته من تاريخ اليمن العظيم، من أصالة وعراقة هذا الشعب العظيم وهذا البلد الميمون. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ يحيى أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الجبري الأديب والشاعر من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير سيدتي الكريمة، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. لو تحدثنا معك عن الجانب الفني والجمالي في أدب البردوني، كيف يمكن أن تلخص لنا أبرز يعني هذه الجماليات التي لديه؟ شكرا لكم في قناة بلقيس ولهذه البادرة الطيبة والتي تحيي فيها ذكرى الشاعر الكبير عبد الله البردوني. الحديث عن شعر البردوني يعني ذو شجون في الحقيقة. شعر البردوني سر جماله أنه وقف في حاضر الشعر واستدعى معه الماضي والمستقبل، وهذا ما جعل سر يعني شعر البردوني شعرا مميزا، شعرا يعني يخاطب
الإنسان بخبرته التاريخية وبداهته المستقبلية التي تستدعي ما سيحدث في المستقبل. هنا سر الإدهاش وسر الجمال في شعر البردوني إن أردنا أن نوجز. نعم. حدثنا ضيفنا عبر الأقمار الصناعي الأستاذ يحيى الأحمدي أن يعني من أراد أن ينهل من شعر البردوني بأي اتجاه سيجد ما يريده، إن كان يعني مفكرا فسيجد فيه الفكر، إن كان سياسيا سيجد السياسة، وإن كان شاعرا أيضا سيجد ينابيع متجددة. كونك شاعر أستاذ أحمد، ما الذي يعني يلهمك في قصائد البردوني أو كيف تستفيد من هذا الإرث الأدبي؟ تحية أولا للأستاذ القدير يحيى، وأنا استمعت إليه واستمتعت بما قال يعني من طرح حول هذا الشاعر الكبير. إن الشاعر البردوني بالفعل يعني تقرأه من أي زاوية فتستمتع بجمال ما يكتب. سر الإدهاش فيه أيضا أنه استطاع أن يتنبأ بقضايا يعني سيدهش الجمهور. إن ذكرنا مثلا على سبيل المثال بابك الخربي وهو يتنبأ في قصيدته المشهورة المستعمر السري، يتحدث عن صنعاء ويتحدث عن الاحتلال الفارسي الذي سيحدث، وكان نعيش اليوم ما قاله البردوني قبل يعني سنين. يتكلم عن بابك الخربي الذي كرمز لرجل الدين الفارسي الذي قام بثورة ضد يتحدث بكثير من القضايا وكأنه يعيش بيننا اليوم. نعم. ما سر ذلك برأيك أستاذ أحمد؟ يعني في شعر البردوني ما سر ذلك برأيك؟ يعني هل استطاع أن يعني يستوعب التاريخ ويجد أنه يعني ربما سيعاد من جديد في لحظة ما، أم يعني ما هي الـ يعني أنت قلت بأن هناك سر الإدهاش التنبؤ المستقبلي، كيف يمكن أن نستوعب هذا الأمر من شاعر ضرير ولكنه مثقف ومطلع إلى أبعد مدى؟ هي العبقرية. إذن هي العبقرية بالفعل في شعر البردوني الذي كما قلت الماضي واستدعى المستقبل، وكان ينظر وكأنه زرقاء اليمامة لما سيحدث في المستقبل. وبالفعل يعني أمتعنا ليس في هذا الموقف فقط وإنما في مواقف كثيرة تنبأ بها وأدهشنا وجعلنا نقف يعني مدهوشين منبهرين بما كتب، وخاصة عندما نستعرض شعره يعني الذي أو نعيد قراءته بالفعل فنجد وكأننا نعيش تجارب يعني يعيش معنا البردوني فيها ويشاركنا فيها اللحظة باللحظة، ويعني يشير لنا بيده وهو كما قلت كثيف النظر لكنه قوي البصيرة، أدى يعني كما قلنا سحرا وليس يعني تنبؤا كما يحدث بالوحي، وإنما يعني سرعة بديهة وقدرة على قراءة الماضي لإسقاطه على الحاضر والمستقبل. نعم. إذن أستاذ أحمد، يعني شهدت قصائد البردوني تجديدا أدبيا واضحا للقصيدة من الداخل، برأيك هل مثل هذا التجديد فقط للمضامين يعني مع الحفاظ على شكل الكلاسيكي للقصيدة؟ البردوني مدرسة واسعة لا يمكن حصره أو حشره في زاوية من زوايا النقد الأدبي. البردوني مدرسة واسعة من أي الجهات الروعة، فهو كلاسيكي في الكتابة، حديث في الكتابة، يعني استطاع بنصه أن يلون كما لون المتنبي قديما، واستطاع أيضا أن يطرق كل المدارس الأدبية بدون تحفظ وبدون أيضا قولبة. البردوني ظاهرة إبداعية فريدة، ولذلك أنا أستغلها فرصة على هذا المنبر أن نعيد قراءة هذا الشاعر الكبير، لأن الشاعر البردوني ظلم يمنيا
وظلم عربيا، ظلم يمنيا لأنه جمهوري بالأصل، وظلم عربيا لأنه يمني. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الجبري الأديب والشاعر، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، تحدثنا مع الأستاذ أحمد وربما استمعت إلينا عن فكرة أو سر الإدهاش كما أسماها الأستاذ أحمد عن في قصائد البردوني، ما قصة الرأي برأيك أستاذ يحيى؟ هذه الأدب الذي لا يزال يترجم اللحظة وما بعدها ونكتشفها في كل مراحل تمر بها البلاد. يعني اسمحي لي يا آسيا أن أوجه تحية خاصة للأخ أحمد، وقد هو عطر هذه الحلقة وقد حلق بنا في الجوانب الفنية وهذا والجمالية في شعر البردوني. البردوني هذا الرجل ربما يعني أدهش كثير من اليمنيين لأنه كان يتحدث بلغتهم، يتحدث بمعاناتهم، يتحدث بكل ما يهم اليمني. من الطبع أن يكون هذا الرجل في قلب كل يمني لأنه عاش هموم اليمنيين وجاء من بيئة ربما لا تختلف عن كثير من بيئات اليمنيين. فلذلك كل ما ذكر البردوني في شعره وما تنبأ به وما ذكره عن وضع اليمن وما نعيشه اليوم وكأن الرجل بيننا، هو لأن الشاعر عندما يعيش للمجتمع يعيش لقضية كبيرة، تظل هذه القضية تؤرقه، تظل تلاحقه، تظل معه في كل وقت وحين، فيكتب شعره بهموم الناس، بمعاناة الناس، فتتشكل أمام الشاعر رؤية معينة يستطيع من خلالها رؤية المستقبل، يستشرف المستقبل. إضافة إلى أن هذا الرجل لم يكن ثقافته فقط في جانب الأدب والنقد والشعر، وإنما أيضا هو تتلمذ منذ وقت مبكر ودرس العلوم المختلفة ونبغ في هذا المجال، ولكن ليس، ولذلك سنجد له كثير من الكتابات التي كانت في صحيفة الجمهورية وفي صحيفة الثورة، سنجد له كثير من الكتابات يتناول قضايا عدة وفي مختلف المجالات وكأنه يعني متخصص في هذا المجال، وفي نفس الوقت ليس على حساب الشعر والنقد، وإنما أعطى لكل مجال حقه ولكل حديث ما يناسبه من الكتابة ومن التأليف. نعم أستاذ يحيى، يعني لما يعني ربما تنبه الناس لهذه الفكرة، فكرة الرأي الذي رأى لما يعني للقادم، خاصة يعني في 2011 ربما أصبح الجميع يحفظ كثير من القصائد التي تتحدث عن الأحداث، ربما يعني عكسوا كثير من الناس حتى أحداث 2011 وما تلاها. يعني هل نحن ننتظر أن نعيش اللحظة التي تحدث فيها البردوني لنكتشف أنه قد قيلت هذه في مناسبة بالنسبة للبردوني؟ هو نعم بالطبع كما قلت أختي آسيا بأن البردوني تنبأ بكثير من القضايا، لكن هذه النقطة بالذات يعني كثير من الناس ينظر لها من جوانب مختلفة، وأنا لا أحب أن أركز على مسألة يعني كيف هناك كثير من الأبيات الشعرية حتى لا أنقصه حقه من الإبداع الكبير، فهناك كثير من المواضع ليس مواضع حتى ثورة 11 فبراير عندما تحدث لليمن وتحدث لصنعاء وتحدث عن ماذا سيجري وعن كيف سينتفض الأبناء اليمن وكيف سيستعيدون مجدهم، كل هذه القضايا تحدث حتى ما حدث اليوم وما يحدث اليوم، ربما حتى لم يقتصر تنبؤاته على تم تقتصر تنبؤاته فقط على عن الوضع اليمني وإنما الوضع العربي. كثير من اليمنيين ربما سيتفاجؤون في قادم الأيام لأن كما قلت لك بأن هناك كثير من الأبيات الشعرية درست من الناحية الجمالية، درست من الناحية الإبداعية، درست من الناحية حتى المأساوي والهزلي في شعر البردوني، مجال واسع وكبير. كيف كان هذا الرجل يعني يلاطف كل من يقرأ الشعر البردوني يخرج بعلم وبثقافة ويخرج أيضا مبتسما، حتى كيف كان يتعامل مع الشعر في مسألة القضايا الخلافية، مسألة التضاريس اليمنية، ويتحدث ويذكر أسماء صغيرة، يذكر اسم فلان في جبل فلان ويذكر جبل فلان في منطقة كذا، فحاول أن يلم شمل اليمنيين وأن يتحدث عن اليمنيين. فعاش هذا الرجل حتى
كان يعني وحدويا قبل أن تأتي الوحدة، كان يعيش الوحدة بكامل تفاصيلها، عاش أديبا لكل اليمنيين. ففي الوقت الذي كان اليمنيون هنا يحتفون بشعره قبل الوحدة، كانوا في عدن الأدباء والشعراء يحتفون بشعره ونثره وأدبه، ولذلك لم يشعر الأدباء يوما ولا الشعراء يوما من الأيام أن هناك شمال وجنوب، وإنما بقى الأدب اليمني تقريبا هو الوسيلة الوحيدة والجسر الكبير الذي ظل يجمع اليمنيين شمالا وجنوبا، لأن هؤلاء الرواد الذين كتبوا الشعر كانوا يتحدثون باليمن جملة وتفصيلا، يمنا موحدا يتحدثون عنه بكل تفاصيله وبكل تضاريسه. نعم، إذن أستاذ يحيى اسمح لنا أن توسد المشاهدين أن نذهب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، قبل الفاصل تحدثت ربما عن رمزية معينة هي رمزية المكان لدى البردوني، برأيك لما كان حاضرا بهذا الشكل الذي ربما واضح كما تفضلت على مستوى الجبل، الدار، بيت فلان، مزرعة فلان، السهل، الوادي، بمسمياتها كانت حاضرة في قصائد البردوني؟ هذه روعة البردوني، أنا أعتبر روعة البردوني في هذا في هذه الزاوية، في هذه النقطة بالذات. تناول اليمن في شعره، يعني هناك قصائد ربما بكاملها تتحدث عن تفاصيل صغيرة في اليمن. كان يريد الرجل أن يعيد إلى ذهن، لم يكن هذا عبثا، إنما كان يريد الرجل من خلال هذا أن يعيد لليمني أصالته وكرامته، أن يستحفي، أن يستدعي العمق الحضاري في قلب كل يمني، أن يستجلب المعالم التاريخية، وأن يقول لليمني في ذلك الحين الذي كان اليمني ربما يصور في الخارج بخارج اليمن، في يوم أن كانت الكتب لا تصل إلى اليمن إلا خلسة، كانوا يتبادلون الكتب والقصاصات الورقية في جنح الظلام. كان يريد أن يقول لهم لا تقنعوا، لا تستسلموا، أنتم أبناء، أنتم الحضارة وأنتم أبناء ملوك سبا وأنتم ملوك حمير، وأنتم يحاول أن يستدعي هذا المعادل الكبير الموجود في كل يمني. البردوني بهذه النقطة غزا كل قلب كل يمني، حتى وهو في قصائد المديح وهو يقول نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أحفاد عماري، إذا تذكرت عمارا وشيمته فافخر بنا إننا أحفاد عماري. كان حتى وهو في مقام مدح النبي عليه الصلاة والسلام يقحم اليمنيين ويقول لهم افخروا، يعني أنتم أحفاد الأنصار وأنتم الذين يجب أن ترفعون رؤوسكم لكي تواجهون هذا الظلم. كان يقرأ البردوني أن الكهنوتية وأن الإمامية لا يمكن أن تكون حديث عابر، كان يقرأ بأنها ستأتي المرة والمرة، لم تكن ثورة 26 سبتمبر هي النهاية. كان يقرأ ماذا، ولذلك كان شعره يتحدث عن الإماميون الجدد، ويتحدث عن الإماميين الجدد، ويتحدث عن كيف أن هؤلاء الذين ربما راكبوا موجة الثورة 26 سبتمبر وتظاهروا بأنهم جمهوريون فانقلبوا على الجمهورية، وكان يذكر كل هذه التفاصيل ويدخل معهم في عراك شديد. في مسألة الخصوصية المكانية كما ذكرت لك يا آسيا، يعني حاول أن يقول، يكتب في إحدى مقالاته لماذا لا نشم رائحة اليمن في شعر الزبيري. طبعا الزبيري لم يكن اليمن غائب عن شعره، كيف لا، وهو يذكر الروضة ويذكر صنعاء ويذكر أماكن كثيرة. لكن أنا أعتقد، وهذه وجهة نظري الشخصية، أن البردوني أراد وكان يعني اللمسة، إذا جاز التعبير أنا أقول أن البردوني كان متأثر بالجو الذماري والنكتة الذمارية، كان يريد أن يمزح مزحة ثقيلة مع الأدباء والشعراء، فيلفت انتباههم إلى أنكم تكتبون شعرا كبيرا وبعيدا وخياليا، لماذا لا تكتبون عن اليمن؟ ولذلك تقريبا ما يقارب أكثر من 73 مؤلف جاءت لتتحدث عن المكانية والمكان في شعر الزبيري، وفيها رد أيضا على البردوني في محاولة منه، وظل محافظا على هذه الرؤية، حتى في نهاية الأمر تحدث لهم أنه لا يقصد المكان فقط، إنما يقصد الروح، المكان، روح اليمن في الشعر، سواء كان شعرا عموديا أو غيره. نعم.
إذن ينضم معنا الدكتور نجيب الورافي وهو أستاذ الأدب العربي من جامعة دمار عبر الهاتف. مساء الخير دكتور نجيب. مساء النور. دكتور نجيب، يعني ربما كتب أحدهم ذات يوم هناك شعر قديم وشعر حديث وهناك بردوني، ما هو التجديد الذي أتى به البردوني في القصيدة العربية؟ بدءا شكرا جزيلا للقناة ولكم على هذا الجهد الإعلامي وعلى هذه الإضاءات لمفكري اليمن وشعرائها ورموز المعرفة في اليمن الحديث. الحديث عن التجديد بالنسبة إلى البردوني حديث طويل وبحاجة إلى بحث متخصص. الحداثة عند البردوني يعني شملت القصيدة مضمونا وشكرا، وسعت إلى أن توجد رؤية للشعر داخل إطار الشعر القديم نفسه، كما وصف هذه الحداثة ذات يوم الدكتور عبد العزيز المقالح بأن البردوني جدد القصيدة البيتية بالقصيدة البيتية. والحداثة لها أكثر من مضمار في تجربة البردوني من حيث الاتجاه الأدب الشعري له. ابتدأ تجربته حداثية، وأنا لدي بحث أثبت فيه أنه ابتدأ حداثيا، وكان ديوانه الأول من أرض بلقيس تجربة رومانسية حديثة. في المرحلة اللاحقة البردوني كتب وفقا للنمط الواقعي للقصيدة العربية، ولكن في نطاق الشكل القديم أو الهيكل الكلاسيكي القصيدة الذي يتمثل بالعروض والإيقاع، يعني لم يعد من أثر للقصيدة القديمة غير شكل الإيقاع والوزن. نعم، الشكل يعني الشكل الخارجي للقصيدة ربما للقصيدة، لكنها القصيدة من الداخل مزروعة بأكثر من نسق حداثي وأنساق حداثية مدهشة. لو يعني يتاح المقال أو تتاح فرصة للحديث لتحدثنا عنها مطولا. نعم، لماذا برأيك دكتور يعني التزم البردوني على قدرته بتجديد المضامين، وربما هذا أصعب من تجديد الشكل أو تغيير الشكل، لماذا التزم البردوني بالشكل القديم بأطر حديثة؟ هو جدد في المضامين وفي الشكل أيضا، لم يجدد فقط في المضامين ولكنه جدد في الشكل، أبقى فقط على نسق واحد من أنساق الشكل هو الشكل العروضي والوزن فقط. أما الصورة فيها تجديد، المعجم مجدد، استضافة المكان أيضا ظاهرة تجديد، الزمان استعمل القناع الشعري وهو من أصعب التقنيات في بناء القصيدة القديمة، لم يؤثر عن شعراء منذ قصد القصيدة الجاهلية وحتى عصر البردوني أن استعمل القناع كتقنية كلية للقصيدة إلا في تجربة البردوني. البردوني استعمل القناع وهذه تقنية حديثة في قصيدة العمود، القناع مستعمل فقط في القصيدة. نعم، تقصد بالقناع الدكتور يعني حتى نوضح للسادة المشاهدين استخدام يعني رموز تاريخية وتلبس شخصياتها؟ رموز تاريخية، ولكن في ظل تقمص هذه الرموز من بداية القصيدة إلى نهايتها. فهو مثلا في قصيدة رجعة الحكيم بن زايد في ديوانه الأخير الذي نشر آخر دواوينه يستعمل القناع ويتحدث بصوت الحكيم وبعالم الحكيم وهو يعني متحدث ظل أو يجعل الحكيم راويا له. هذه مضمارات أو ماراثونات حداثة غير مسبوقة في الثقافة الشعرية العربية الحديثة. في مجال الصورة أيضا جدد، وفي مجال التركيب حتى في التركيب الأسلوبي له خصوصيته في أساليبه، هو بحاجة إلى أكثر من درس نقدي وأكثر من جهد في مقاربة شعره.
نعم. إذن الدكتور يعني كتب أحدهم أيضا أنا الجمهوري اليمنية كتاب، وهو أحد الكتب المخفية لضمير اليمن الجمعي لعبد الله البردوني، وربما كان سيتحول إلى أسطورة محملة بالخيال الشعبي حتى يكشف عن مصيره. كيف يمكن الحديث عن كتب لم تنشر بعد؟ هل هناك دلائل يعني فعلا على كتب لم تنشر للبردوني؟ هو نحن سمعنا كثيرا عن ستة كتب، يعني ابن منشاب قرناها ديوان شعر ورواية كما قيل، وله كتاب في التاريخ الحديث يشبه كتابه السابق اليمن الجمهوري الجمهورية اليمنية. وهذه الكتب قيل إنها فقدت بعد موته أو أثناء موته، ولا شك أن فقدان مثل هذه الآثار للبردوني لها مدلولاتها، وأكثر هذه المدلولات هو الجانب السياسي. البردوني لم يهادن، البردوني مثقف عضوي بامتياز، لم يخالف نسق المثقف العضوي منذ أولى قصائده وحتى آخر قصائده، فكره أيضا متسق غير متناقض. نعم. أو إلى جاه في أي مرحلة من مراحل حياته، حتى في الفترة التي تلت سبق الثورة 26 سبتمبر كانت لم يكتب مديحا أبدا، والقصيدة التي كتبها بعنوان عيد الجلوس كانت نقدا أكثر من أن تكون مديحا أو يعني تنصب في التقرب والتزلف. نعم. إذن يعني الموضوع السياسي الذي ربما يعني كان سببا لإخفاء هذه الكتب كما يقال، لكن هذا المضمون السياسي لم يغادر قصائد البردوني. يعني هناك يعني مضامين سياسية نود أن تحدثنا عنها إن أمكن في أدب البردوني، خصوصا الجمهورية الهوية، هل تعكس يعني الرؤية السياسية للبردوني؟ بالتأكيد البردوني يعني من المضامين دواوينه الأولى أو من أول قصيدة، كتب القصيدة في ما قبل ثورة 26 سبتمبر 62، كتب القصيدة بواقع الرومانسي الحالم أو الرومانسية الحلمية اللي هي رومانسية ثورية، يعني كان يبشر بعصر هو أقرب إلى عصر الانعتاق وعصر الحرية وعصر المساواة وعصر العدل، هذا قبل ثورة 26 سبتمبر. هذا كل مضامين قصائده يعني اتجه هذا المنحى. بعد ثورة سبتمبر كتب في طريق الفجر، وهو ديوان للثورة، والفجر يعني فيه رمزية يعني متسقة في كل الديوان، قصائد لثورة سبتمبر. وبعد ذلك كتب للواقع، يعني كتب للواقع الجمهورية، فانتقد يعني واقع الاختلالات التي طرأت وكانت وأحدثت تشوهات، ثم يعني أراد أن يرمم الخلل، ويعني يحلم أن يكتمل حلم الثورة وأن يكتمل عالم الجمهورية كما أراده أو كما نسكه. نعم. بعد ذلك كتب الرمزية، ثم بعد ذلك كتب كحكيم، حكيم يعني يقاضي الواقع، يقاصصه، يحاججه في آخر دواوينه رجعة الحكيم الجزائر. فالثورة والجمهورية لم تغب ولم يرتغب معاناة الإنسان اليمني عبر تاريخه قديما وحديثا. نعم. وعني كثيرا، تحدث عن العدل وعن الظلم الاجتماعي وعن الحرية وعن المساواة، تحدث عن التفاوت الطبقي، تحدث عن الاستغلال والاحتكار الإنسان للإنسان. فتجربته ليست بمنأى عن السياسة أبدا، بل بالعكس هي تتجه بمنحى غير ما تتجه إليه أو ما يتجه إليه خط السياسة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور نجيب الورافي، أستاذ الأدب العربي في جامعة دمار، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، يعني تحدثنا قليلا مع الأستاذ أحمد حول الكتب أو التراث المنهوب للبردوني، برأيك يعني هل تتوقع فعلا أن هذه الكتب طرقت للمحظور السياسي والتاريخ السياسي الذي لا يراد له النشر؟
البردوني يعني بالطبع له، أعتقد له كثير من التراث الذي ربما صودر ربما يعني بطريقة أو بأخرى، لا سيما ونحن ندرك أن تلك الفترة لم يكن هناك اهتمام كبير بالتأليف، ولم يكن هناك اهتمام كبير بطبع طبع الإنتاج الفكري بمختلف أنواعه. فربما كثير من القضايا التي تحدث عنها كان يتحدث عن قضايا لا شك أنه كان يدونها، وهذه ربما تعرضت للمصادرة للتهميش، تعرضت للتلف، تعرضت حتى للمصادرة. لفت انتباهي ما ذكر الدكتور نجيب قضية التجديد. البردوني كان يعيش الصراع بين، كان يقرأ الصراع بين القديم والجديد، ودخل هذا المعترك بتحدي كبير، و جاء مجددا، وربما كما يقول الدكتور عبد العزيز المقالح بأنه رائد التجديد من رواد التجديد في اليمن، جدد سواء كان في الشكل أو المضمون. حتى عندما اتهموا الأنصار الجديد، اتهموا بأنهم أنصار القديم لا يستطيعون الخروج عن العمود، وأن هذا يعد عجزا، ومن هذا القبيل هذه التهم. جاء البردوني بشعر جديد، وجدد في القصيدة سواء كان في المضمون أو في الشكل، وتحدى، دخل بتحد كبير، وبذلك استطاع أن يكون رائدا من رواد التجديد في اليمن. البردوني بمختصر شديد، عندما نحتفي أو نستذكر هذه اللحظة، لحظة رحيله أو هذه الذكرى، إنما نحتفي وندعو أيضا أن ما زال يعني تراث البردوني، وما زال إنتاج البردوني بحاجة إلى كثير من البحث والاطلاع والدراسة والتعمق. سنجد في تفاصيل ذلك الشعر وفي تفاصيل تلك الكتابات أن البردوني كان يتحدث بعمق، ويتحدث عن قضايا ربما لم يعني نلمسها إلا في الوقت الحاضر ونعيشه. ولو كان نعم اليمنيون أستاذي يدرسون فيها، هذا نعم الشعر وهذا النقد وهذا دعني التراث أمنع معك لا الدقيقة الأخيرة تجنبوا كثير أستاذي مما فيها. وقعوا فيه. نعم نعم في دقيقة أنت كرمت، يعني كيف يمكن تخليد البردوني كمشروع وطني والاستفادة من هذا المشروع؟ نعم، يعني نستطيع أن نجعل البردوني وشعر البردوني سواء كان الشعر السياسي أو الشعر الاجتماعي أو شعر حتى المكانية في شعر الزبيري، كل هذه هي تكمل الصورة والشخصية اليمنية التي يجب أن تنطلق من حضارة بعراقة التاريخ مضروبة جذورها في عمق التاريخ، وأيضا في نفس الوقت أن يكون اليمني ذلك المثقف الذي يعي المخاطر التي تحط به، وأن يكون حرا أبيا شجاعا كما كان البردوني في مختلف مراحله العمرية وفي مختلف كتاباته التي يعني تحدى بها من يمتلكون القوة. وهو رجل ربما عاش كما قلت فقيرا ومات فقيرا، ولكنه غنيا بتراثه وغنيا بما خلف من مآثر أدبية وتاريخية وشعرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يحيى الأحمدي الباحث الأكاديمي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.